كل التحيات لكم واهلا وسهلا فيكم. اذا بدك نحن جاهزين، ضيفنا حاضر لحتى يكون باطار المتابعه والمواكبه ليرد على اي سؤال. وقت اللي فكرت انا وياه نتبادل الادوار قلت ممكن ينجح كمذيع يبدا البرنامج، ولكن انا كخبير اقتصادي استراتيجي صعب وبدا وقت كثير ويمكن ما تصير بهذه الحياه. على كل حال اسمحوا لي سوا ارحب بالبروفيسور جاسم عجاءة الخبير الاقتصادي والاستراتيجي. دكتور اهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام، وانا بدي اشكرك على دعوتك الكريمه. يعني لو انت بدك تكون بموقع انك تبدا حلقه بهذا الواقع الاقتصادي، كيف بتبلشها؟ اول شغله بدي بلشها من وجع المواطن ومن المعاناه اليوميه يلي عم بيعانيها المواطن. نعم. ان بتعاملاته الداخليه او يعني بالتعاملات التجاريه اللي عم يعملها او بتعاملاته مع المصرف او بواقعه الوظيفي، لانه نحن بنعرف انه بلشت هلا الازمه تاخذ ابعاد ثانيه مع بدء تخفيض الاجور ببعض الشركات واقفال الشركات اخرى. هلا كنا سمعنا عن احدى الشركات الكبيره تبعت الالمنيوم انه سكرت حديثا، ولكن طلع خبر تكذيب من قبل المدير الموارد البشريه. باعتقادي انا يعني ببلش من هون، كنت ببلش من هالواقع هذا يلي عم بيعانيه، لانه يمكن هذا يكون له نعم تداعيات إيجابية على أصحاب القرار. نعم سيدي، اليوم بالواقع النقدي الاقتصادي المالي صعب جدا، يعني الكل بيقول شو لازم يصير، نحن يا جماعة وين رايحين؟ نستشف الخير من خلال التعميم يلي بتصدر أو صدرت عن مصرف لبنان. قديش نقدر نقول بهذه المرحلة الأزمة الاقتصادية النقدية بعدنا لليوم قادرين أنه نستوعبها في ظل ضغوطات بدنا نعترف قاسية ضاغطة فعلا، ولكن الخير بانتظارنا، ولا لا سمح الله نحن دخلنا بالنفق المظلم؟ بروفيسور إذا بتسمح لي بدك تعطيني شيء 5 دقائق بس تكون الصورة واضحة. تفضل سيدي تفضل. نحن بلد صار معروف لدى الجميع أنه ما بننتج. نعم. ما في عنا إنتاج. نعم. كل شيء نستورده، بلد صرنا بنسميه شبه ريعي، عايشين على الخدمات وعايشين على تدفق رؤوس الأموال. نعم. ما في عندي صناعة، ما في عندي زراعة عد المستوى، بستورد كميات كبيرة لاستهلاكي لدرجة انه 85% من اللي باكله نعم هو مستورد. نعم. بكفي زعل تركيا تطلع عندي أزمة قمح، بكفي زعل ما بعرف أي بلد بطل باكل أكل، عم بحكي بس أكل، يعني ما حكيت بالأشياء التانية. هاو اللي بيستوردهم واللي قيمتهم 20 مليار دولار سنويا حقهم دولارات، بدفع حقهم بالدولار. نعم. السؤال من وين لبنان بيجيب دولاراته تيدفع حق هالاستيراد؟ بتقلي ما هو بيصدر. ايه مزبوط، عم بيصدر هالقد، في عنده سياحة. السياحة حجم صادراتنا 3 مليار. 3؟ ايه انه ما بيطلعوا 3 بس خليني اقول 22 مليار. 20 مليار عم نستورد، اكثر من 20 مليار. عندك القطاع السياحي وعندك التحويل المغتربي. نعم. هاو كلهم على بعضهم جمعوا ما بكفوا تغطوا الاستيراد. طيب شو كان يصير؟ كان مصرف لبناني يأمنوا ان من وراء رفع الفوايد او من وراء هندسات ماليه او الى ما هنالك. نعم. حتى يأمن هالدولارات حتى نقدر نحن نشتري فيه استيراد. نعم. طيب وصلنا لمرحله صار في مواجهه سياسيه مع المجتمع الدولي، بلشوا يقفلوا الحنفيه شوي عن الدولارات. بتقلي كيف؟ انه مانعين عنا الدولارات؟ شوف عدد التقارير الدوليه عن لبنان بخلال هالسنه ونص الماضيه لليوم. مفصله عم بتكون تقارير بس هيك بتتفاجئ، يعني عدد هائل، وبتطرح السؤال ليش؟ هل في هالاهميه الماليه الهائله للدول حتى تطلع هالكم الهائل من التقارير؟ على كل حال في عندنا مواجهه نحن مع المجتمع الدولي، بلشوا يسكروا هالحنفيه لانه بصيروا يخوفوا المستثمرين. نعم. طيب اليوم ما عادش في هالدولارات الكافيه. بعد في عندنا هل مصمدينهم بالاجره يلي بنسميهم اذا بدك حاطينهم بالقطاع المصرفي، هاو الدولارات كيف بده مصرف لبنان يتصرف خلال يعني بهالواقع هذه بهالظروف هذه، وكيف المصارف بدها تتصرف؟ وعارفه انه عندها اجي حتى لو شو ما كان فيها للاجي،
بس عرفت انه ما بقاش رح يفوت عليها بظل الوضع الحالي، ما بقاش يفوت عليها دولارات. نعم. بلشوا بالتأنين، صاروا يزموا. طيب هذا التأنين لوين بده يوصلني؟ قال لا رح جاوب، يعني لوين بده يوصلني؟ لوين؟ بدي بس اقول شغلة قبل ما جاوب عليك. تفضل. اصلا بالاساس النظام اللي كان معتمده مصرف لبنان وبضم إطار السياسة النقدية، نعم، بيعتمد على حرية تنقل رؤوس الأموال من لبنان للخارج، بلبنان بالخارج داخليا، نعم، خارجيا، كاش كاش ضمن القوانين المرعية الإجراء، بالتحويل بالتشيك، يعني كله كان اليوم كان اليوم, اليوم اليوم لا اليوم نحن صار في قيود. ايه هلا هاني مثل ما بيقولوا في صراع، لانه عم بيقولوا انه هذا كابيتال كنترول، شو بتكونش تعترفوا فيه، هذا اسمه كابيتال كنترول. هلا اذا بدي اخذ باللغه القانونيه بعد ما اسمه كابيتال كنترول، لانه بما انه نظامنا نحن مش مقارنة من الكابيتال كنترول، ايه بده يكون، نعم، من المجلس النيابي صادر، نعم، لانه اذا لا يعني ما لا يعترف فيه. وبعدين بس تعمل كابيتال كنترول من قبل، يكون بقانون من قبل مجلس النواب، نعم، بتحمي كثير من الحقوق للمصارف بالدرجة الأولى. فإذا كان نعتمد سياسة الانفتاح وحرية تنقل رؤوس الأموال، وبالتالي كان سعر الفائدة اللي موجود بالسوق هو نتيجة العرض والطلب. بدك تجذب دولارات بتعلي الفائدة، بتجيب هالدولارات بتحط. اليوم تغير الوضع، لا كفي لك. المشكلة أنه السياسات الاقتصادية تبعولت، نعم، الحكومات، أوكي، ما كانت تاخد بعين الاعتبار انه توافد هالدولارات كان لازم يستفيد منها بشيء غير استثمارات، انه استثمارات بالصناعة، نعم، والزراعة. وهذا اللي ما صار. بتقرير صندوق البنك الدولي ب 15 تشرين الاول 2017، ذاكرين بوضوح، نعم، لبنان وفي خلال او في فترة اعوام المجد، يعني بقصدوا فيها من 2007 ل 2010، الوقت اللي كان النمو يوازي بالعشرة بالمية، لبنان ما استفاد من هذه الفرصة تيستثمر، نعم، بقطاعات عندها قيمة مضافة عالية، وبيقصد هون صناعة وزراعة، راح استثمر بقطاعات، نعم، عندها قيمة مضافة منخفضة بالاقتصاد، وهون بيقصد الخدمات، نعم، بما فيهن الاشياء كل شيء خدماتية مثل العمار، لما منعمر، لما منعمل خدمات سياحية إلى ما هنالك، مطاعم، فنادق إلى ما هنالك، هذا اللي، نعم، كبرني. فإذا ما قدرنا نستثمر هاول الأموال بأول خضة مع المجتمع الدولي، عرفت كيف الخلاف، ما بقاش يفوت علي دولارات. فإذا هذا النموذج ما عادش يقدر يمشي. شو عملوا، شو عمل مصرف لبنان؟ وبالأحرى هو منوش مصرف لبنان، بس خليني أقول إنه أكيد بده يكون راضي عنا، إنه يخي أيدوا شوي، عملوا عملية تضييق لحركة رؤوس الأموال تنشوف سياسيا شو رح يصير، نعم. لأنه المشكلة العالقة الأساسية هي موجودة بالشق السياسي، يعني اليوم بغياب حكومي الوضع كارثي، في عملية استنزاف كاملة، نعم. رح أقول لك، معالي وزير المال بحكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قال للجنة المال والموازنة إنه مداخيل أو إيرادات الموازنة شبه معدومة من وقت 17 تشرين. عم بيصارح بصراحة، ما عندي ولا إشكالية. شو معناتها؟ معناتها إنه الدولة ما عاد عندها إيرادات. طب مين عم يصرف على الدولة؟ مصرف لبنان. فإذا إجا على مصرف لبنان عبء إضافي، كان بالأول مصرف لبنان يدافع عن الليرة، نعم، ويمول الاستيراد، نعم. هلأ صار بالإضافة لهيك بده يدفع للدولة. بس بما أنه إفلاس الدولة هو موضوع كتير خطر، كتير كريتيكال، بفضلوه على الاستيراد، يعني بيقولوا أنه الاستيراد فينا نخفف من استيراد الكماليات. شو مقصود بالكماليات؟ الكماليات هني كل شيء بيقدر يعيش الواحد بدونهم في ظل ظروف صعبة، نعم، عرفت كيف؟ هذه فيك تقدر انك تتخلى عنه، مثلا بلا ما اركب سيارة فيراري، بلا ما مثلا مثل ما بيقولوا اشتري، يمكن ما بعرف انا، طقم تياب، اشتري سينيه من أوكي. ايطاليا الى ما هنالك، في اعمل بالهادي. فاذا وصل اليوم
مصرف لبنان لوضع، عرفت كيف؟ غير النموذج الاقتصادي مؤقتا والأحسن، مش هيك؟ تجاوبك على وضع استثنائي، كلمة استثنائي مش حتى مش ملائمة، نعم. وضع كارثي على الصعيد السياسي، ويلي هو ما في أفق باستثناء هالأمل اللي ناطرينه نهار التنين بالاستشارات الملزمة حتى يتكلف رئيس حكومي، وحتى يكون رئيس الحكومة يقدر يشكل حكومة من وزراء، مثل ما بيقولوا ما يصير غضب المجتمع الدولي ان شاء الله. يعني بدي اقوله، يعني التعميم الصادر عن المصدر عن مصرف لبنان بكل صراحه هي يلي بدها تكون كمان يعني نافذه الامل عند الاقتصاديين بصراحه. يعني البعض أكيد ينظر على انه اخر تعميم صدر 536 يعني انعمل لمصلحه المصاررف. لا، انا بعتقد يمكن ليش ملزم يا بروفيسور التعميم اللي بيصدر عن مصرف لبنان؟ هذا مثل قانون بالنسبة للمصارف. طب كثير ضيوف يعني عم بيقولوا نحن كنا قابلناهم بعد التعميم اللي صدر بموضوع الأدوية والمحروقات وغيرها، أنه ساعات الحاكم أصدر ولكن المصارف ما عم تتجاوب. لا، هي مش قصة توجيه، بل هون بدك تطلع على شروط التطبيق. نعم، ما بدنا حتى نغير الموضوع، بس هي شروط التطبيق، لأنه هذه بس بدي أقول لك عن تفضل حضرتك قلت أنه بيستفيدوا منه المصارف. نعم، مش انا قلت هيك، عبين قال ايه انه يعني انا قلت حضرتك عن اللي قاله. نعم، بس بدي اقول لك انه منا الحقيقه كامله، مش كامله، الكل عم يستفيدوا، ما في الا النموذج اللي كان مبني عليه القطاع المصرفي هو اللي تضرر. نعم، بس الباقي كلهم عم يستفيدوا. نعم، يعني مثلا انه انا كمان اذا انا مقترض من المصرف، عرفت كيف، على فايده مرجعيه معينة، هلأ هذه الفايدة المرجعية رح تنزل، يعني معناتها أنه أنا كمان بدها تنزل بعد صدور التعميم أكيد. أكيد هي من كل، وإذا أنا حاطط مصرياتي قبل البنك، قبل ولا بعد مش مهم، لأن يعني مثل ما بقولوا يلي حدد قبل ولا بعد، يعني يلي حطتهم على 5 سنين. نعم، بدون فايدة مرجعية مجمدهم بفايدة ثابتة، هذا بده يكفي ياخذ على الفايدة اللي حطتها. يلي حاطط مثلا مجمد على شهر بس يستحق الشهر يعني بعد 4/12، يعني عرفت كيف، بعد 4/12 بدهم يرجعوا يجددوا له التجديد، بده يكون على الفايده الجديد. وهون يعني سمعنا هون ديون الدوله، اذا بدك تسمح لي يعني كمان يسري علي هذا الموضوع تخفيض الفوائد. راح اقول لك هون هو بده يسري على الكل، يسري على الكل، لانه ما في ليك الفايده، تراجع الفايده بيحرك السوق بكره شوي. أكيد بده يحرك، لأنه أهم شغلة، إن شاء الله يا رب. أهم شغلة هي كمان من بين الأمور اللي دفعت، مع العلم أنه قلت لك هذه بتعارض النموذج اللي ماشيين عليه اللي هو حرية الفايدة. نعم، مثلا اللي عنده صعوبات بدفع القروض اللي عليه هلأ رح يلاقي أنه بدها تنخفض بشكل ملحوظ الشركات. قديش لقديش تراجع صار؟ يعني هي 5%، هي ما هون هذا اللي كنت بدي احاول اقول لك اياه. على العمليات الاجنبيه الدولار، لانه هو في عده امور. فضل. بس بما يخص الزباين، نعم، عم بيقولوا انه للودايع يلي بده يحط مصاري مش ممكن انه معدل الفائده تتخطى 5% على الودايع بالعملات الاجنبيه دولار وغيره، و 2.5% على الليرة اللبنانية. نعم. بيخص الاستدانة أكيد بدنا نتبع البي آر آر اللي هو مؤشر الفايدة تبع بيروت، واللي هو عادة المصارف بيطلعوه شهريا، بيكون معدل وسطي لكلفة الاستدانة للمصارف. نعم. أنا اللي بدي أقوله هون إنه في عندك استفادة للجميع، لأنه هيكلية الفايدة، لأنه في عندك فايدة للاقتراض، في عندك فايدة على خمس سنين، في عندك فايدة على 10 سنين، في عندك فايدة على يومين، في عندك فايدة على شهر، الفايدة مقسم كتير. أنت بنحس فيه يعني هذه الإيجابية لكن صراحة بخبرتك أنا عم بهمني ايه عارف. هلأ المصارف أكيد بتعرف أنت، لأنه المصارف منه جمعية خيرية، كل شيء ودايع عنده ببلشوا فيه مع كل التقدير لدورهم، مثل المنشار على الطالع والنازل، يعني فينا نعتبر انه مثل المنشار، يمكن شوي منزيد عن المنشار شوي صغير كمان
انه بيسلموا عليك بدهم الكوميسيون تبعولتهم، وهذا يعني منصوص عليه بالقانون. 50% الكوميسيون يلي هلا استجاب مع الازمه في التعاملات. لك حتى ما نغلط بالدور تبع المصارف، حتى ما نغلط بدورهم. نعم. ما بحياتهم المصارف كانوا جمعيات خيريه ولن يكونوا جمعيات خيريه. المصارف هن مؤسسات تبغى الربح مثل غيرها. طب ليش كان عم يعمل هندسات ماليه لحتى يستفيدوا منها مثل ما الكل بيحكي؟ الهندسات المالية، الهندسات المالية ما كانت معمولة حتى يستفيدوا هني منها، إنما بالدرجة الأولى إنما كانت معمولة لاستقطاب الدولارات. نعم. بس حتى كانوا يقدروا يغرون كان من المفروض أنك تعطيهم، عرفت؟ نعم. كيف إيرادات. نعم. وأنا لاحظت، إذا لاحظت بكلامي تميزت عنك، حضرتك استخدمت يمكن أرباح بس أنا استخدمت إيرادات، لأنه مش كلها مصنفة بحسب معايير بازل 3 كأرباح. نعم. في قسم منها مصنف كإيرادات، وهذه الإيرادات ما فيها نسبة ربح الإيرادات؟ ملزمين لا ما هي أموال. نعم. يعني بالنتيجة ربحانينا، بس ما بيقدروا يوزعوها للمساهمين. ما بيقدروا يوزعوها، ما عندك الأرباح بس تحقق مصرف أو شركة عادية شو ما كان يكون تحقق أرباح. نعم. بيقدروا بكل سهولة لاحقا بقرار من الهيئة العامة، من الجمعية العامة للمساهمين، إنه شو يوزعوا الأرباح. نعم. هاو ما بيقدروا يعملون، لأنه في التزام بمعايير بازل 3 يلي هني معايير بتخص مليئة المصارف. طب بروفيسور، بعد في شغلة بدي لك إياها. تفضل. من المفروض انه هاو اللي ربحوهم بالهندسه الماليه بال 2016 يرجعوا يحطوهم براس مالهم هلا. وين اللي هلا؟ بالبلد ولا برات البلد اللي ربحوهم؟ هلا هيدا انتقلنا لموضوع ثاني، بس خليني اقول لك وراح ارجع جاوبك على السؤال الثاني. بما يخص ال 4 مليار، نعم، هاو ال 4 مليار اللي ربحوهم من الهندسه الماليه بدهم يرجعوا يحطوهم براس مالهم كرمال يحموا يأمنوا حمايه اكبر للودايع المصرفيه. نعم. مليارين من هلا لاخر السنه ومليارين لحزيران باول 6 اشهر من 2020. هلا الاموال في قسم منها بدهم يجوا من ارباحهم، ارباح سنه 2019، هلا عم بيقولوا لي انه توزعوا ارباح 2018، عرفت كيف؟ بس على جميع الجهات في ارباح 2019 اذا. نعم. كان عنده ارباح، في عندهم اموال بالخارج لهم بدهم يجيبوهم. نعم. وبدهم يزيدوا راس مالهم. في بعض المصارف ما راح تقدر تامن المبلغ، مضطرة هذه المصارف تندمج مع غير مصارف. ما بدها ولا مش قادرة؟ مش قادرة ما بتقدر. مصارف كبيرة ولا؟ لا عادة هاو مصارف صغيرة، المصارف الكبيرة. بس نحكي عن مصرفين ثلاثة أسماء كبيرة كمان طلعتها بعض الشائعات، يعني هي مش موضوع حلقتنا، بس إنه الكل كان عم يلحقوا يعني شائعات. بدك أنا راح أقول لك شغلة صغيرة، ما راح يفلس ولا أي مصرف. العالم خايفة على مصرياته. ليك وقت اللي بنقول تعميم من مصرف لبنان العالم بتطمن، بتقول بعده الحاكم حاطط ايده وعم بيوجه وحاط وحايط الكل. خليني اقول لك، بعدك حضرتك عم بتقلي انه ليش عمل لهم ارباح بالهندسه الماليه. نعم. شو اسمه بالماده 70 من قانون النقد. نعم. والتسليف في 4 مهام لمصرف لبنان، اللي هن محافظه على الليره اللبنانيه، حافظ على استقرار لليوم ناجح فيها الحاكم اكيد بعتقد انا لقسم كتير كبير، لانه بدوله غير. نعم. دولتنا يعني غير بغير الاجراءات اللي كان اخذها، انا بعتقد الليره على القليله بالتداول بين المصارف. أوكي. ما كانت بتهدي بهالتهدي. نعم. بدي ارجع عليه لهذا الموضوع بس تذكر لك الاربعه. اثنين، دعم الاقتصاد الوطني من خلال تكامله مع السياسات الحكوميه. نعم. ثلاثه، دعم وتأمين استقرار القطاع المصرفي وتنظيمه أكيد وإلى ما هنالك. وأربعة، تطوير الأسواق المالية اللي هي من المفروض أنه تستقطب رؤوس الأموال. نعم. هؤلاء الأربع مهام تبعوله. وين نجح أكثر شيء فيهم بالتراتبية؟ 1 2 3 4. راح لك مما لا شك في النقطتين اللي هن الحفاظ على الليرة. كلهم اشتغلوا فيهم. نعم. ايه بس هي الحفاظ على الليرة هي أكثر شيء، لأنه أنا بعتقد إنه هذه أول شيء بالتراتبية، ما هو ملزم التراتبية منا خيار للمصرف لبنان. التراتبية ملزم ينأمن الليرة لحتى يطبع باقي الأبواب. بس بدي أقول لك إذا بتسمع، لأنه سؤالك طبعا. كان بس تعديت لك إياهم أول أربعة، سؤالك كان عن القطاع المصرفي إنه هل بيقدروا يهدوا؟ حول 4 مليار اللي انعطوا بالهندسه الماليه كان كمان احد الاهداف، ما هو
تشرط عليهم، هو لما انعطوا على شكل إيرادات حتى ما يتوزعوا، حتى يكون في عندك نوع من الأمين للقطاع المصرفي. بزيادة الأربعة مليار تبع رأس المال اللي هلأ بيجي، في عندك شيء بنسميه الكابيتال أديكوسي ريشيو اللي هو نسبة كفاءة رأس المال، هذه بدها ترتفع، يعني معناتها أنه نحن محمين الوديح. الإشكالية الكبيرة أستاذ الكريم ويلي هي إذا في مخاوف، مخاوف منا هي هو المالية العامة. الدولة لم يعد معها إيرادات، ما عاد عم يعملوا إيرادات باعتراف معالي وزير المال. بنخوف الناس يعني أصحاب المعاشات والناس اللي عم يشتغلوا أنه إذا الدولة ما معها أنتم ما رح يوصلكم. قلت لك مصرف لبنان بس توصل القصة لعملية إفلاس للدولة ما بيقبل، يعني ما راح يقف يتفرج، لأنه إذا انهارت الدولة انهار كل البلد. كم مليار فيه بمصرف لبنان؟ لكن الاحتياط الاحتياط اللي موجود عنده 38 مليار، القابل للاستخدام 30 مليار، طلعوا امبارح الأرقام 30 مليار. في تشكيك بهذا الموضوع هلأ اللي بده يشككوا حقه. اللي بده يشكك هذا غير الذهب عم نحكي نحن. هذا غير الذهب أكيد. اللي بده يشكك حقه حقه، عرفت كيف؟ بالنتيجة حضرتك بتعرف كل واحد بيشوف الكباية مثل ما بده، التشكيك بل ما بده يشكك، بس اليوم في عندك اليقين، اليقين انه هاو المصاري موجودين. وفي عندك المصارف المركزية بتبقى خاضعة على عدة اشياء اللي. لا يعني بيراقبوا، عرفت كيف؟ في عندك اول شيء شركتين اوديتس يعني تدقيق على 200 مفروضين على مصرف لبنان بيعملوا عليه تدقيق وعلى حساباته كيف لكين هذه شكل. في عندك اذا بدك الرقابه الدوليه على المصارف المركزيه، لانه انت بتعرف مثلا مثل صندوق النقد الدولي هذا ما هو معمول حتى يساعد الدول يلي عندهم مشاكل ماليه. مش معقول يخلي بلد ينهز بدون ما يكون عامل احتياطاته ودراساته، وإذا صار هذا الأمر شو ممكن كيف ممكن نساعده. بعد بدي أقول لك آخر شيء ذكرناها بأولها، أنه عدد التقارير يلي إجت عن مصرف لبنان وعن احتياطات مصرف لبنان وعن 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 كتير كبيري. هلأ في تقرير لستاندر اند بورز، مش هو منوش تقرير، هو مثل كأنه هولي بسموها الفريكوينتلي اسكت كويستشنز يلي هني الأسئلة الأكثر طرحا. سائلين انه قايلين فيه انه احتياط مصرف لبنان القابل للاستخدام باخر 2019 رح يكون 19.2 مليار دولار، عرفت كيف؟ بغض النظر، عرفت كيف؟ لانه انا بالنسبه لي هو 30 حساباتي هذا اللي عطيت. هن عندهم بال 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 بالمنهجيه تبعولتهم واللي انا مش موافق عليها، وقلت نشرت انه ليش مش موافق عليها، لانه هن مش محترمين المعايير اللي ناصص عليها الاي ام اف صندوق النقد الدولي في التقييم. بس في فرق كثير من 19 ل 30. لا لا قلت لك هذه الاحتياط القابل للاستخدام. استاذ باي حاله باي حاله القابل للاستخدام بأي حالة؟ لا هو كلمة القابل للاستخدام هو عبارة أو تعبير أو مفهوم أطلقه صندوق النقد الدولي لحتى لأنه الاحتياط بيبقى كتير كبير بس ما بتقدر تسيله بسهولة، عشان هيك بيحكوا عن قابلية الاستخدام. يعني لا هني في شغلتين حتى تحددوا، فضل كلهم بالإيد، بس بدك في شغلتين حتى تحددوا. أول شغلة سرعة تحويله ل ل ل مثل ما بقولوا سيولي. مثلا انه مثل الدولار اللي بجيبتك هذا ما بده تحويل، هذا صفر يعني الوقت صفر فيه. دغري بتلقطه بتحطه. مثلا اذا كنت ماسك سندات خزيني بدك وقت تطبيع على سند الخزيني، فاذا في مفهوم الوقت. المفهوم الثاني هو على اي سعر، اذا سند الخزيني بدي بيعه على سعر عالي ولا على سعر واطي. انا باعتقادي الشخصي هذا المفهوم بيترك مجال لاعتبارات لتقييمات غير بيقولوا سوبجكتيف، ما بعرف شو بيقولوا بالعربي، بس انه غير موضوعيه. لذلك انا باعتقادي الشخصي لاني كان في عنده نظره بستاندرد اند بورز سيئه، ويمكن للاسف يكون عم يطلع معهم حق من وراء الاداء السياسي حاليا. اوكي بروفيسور، اليوم الدولار عندك فكره قديش عم ينشغل؟
لك في احد المواقع عم ينشر، ما بعرف من وين عم بيجيب المعلومات، تحت 2000 يعني راح اقول لك هلا دغري، هذا عم ينشرهم وحتى عم ينشرهم مع الاوقات. اليوم نحن اليوم بستة، نعم. عم ينشرها ايه، عم ينشرها على 1900 يعني، نزل عن مكان سابقا، نعم. وهذا لانه في استشارات، نعم. عرفت كيف، في استشارات يعني مع نجاح الاستشارات وتسميه رئيس حكومي مكلف كمان بيتراجع اكيد، مش هيك بس، حتى هذا التعميم تبع مصرف لبنان ساهم وبده يساهم كمان، نعم. وبده يساهم بعد اكثر، لانه بس يفوت المفعول، نعم. على الارض، عرفت كيف يعني، بس لانه انت بتعرف مثل ما قلت لحضرتك انه في الودائع، الودائع يلي حطتهم انا وجمدهم، نعم. على شهر مثلا، بس يخلص الشهر رح يرجع ينعطى فايده اقل عليهم، يعني معناتها انه تمكن البنك يضخ ايجابيه يعني اكيد البنك صار في عنده، نعم. مثل ما بيقولوا دولار اكثر، هذا الدولار صار ممكن يعطيه لزبونه، نعم. بطل زبونه مضطر يروح لعند الصيرفي، يعني معناتها الزاميا الطلب رح يقل عنه. بروفيسور بالختام تقريبا، يعني هذه الازمه قديش تتوقع عن تطوره؟ الازمه النقديه بالختام رح اقول لك شغله صغيره، نعم. نحن مثل ما بيقولوا، ما بعرف يعني التعبير كيف بدي اقوله، بس بي بي بشكل عام قول نحن هلا، عرفت كيف، صحيح عايشين بقيود معينه فيما يخص النقد، الوضع الاقتصادي صعب، صعب جدا، ماليه الدوله صعبه، مرقنا قبل هيك ظروف، ولكن منا مرقنا قبل هيك ظروف صعبه، هلا بعتقد من الحرب، بالحرب ايه كنا بظروف صعبه كثير، هالقد وقت الحرب فقدان الدولار يعني، يعني وقت الحرب كنا يمكن اصعب من هيك، نعم. بشوي بالحرب الاهليه بالسبعينات بينسى القصه كلها، وهذه لازم يعرفها الراي العام، فضل. متعلقه بالشق السياسي، اذا لم تتشكل حكومه وهذه الحكومه يكون عندها برنامج اصلاحي واضح للخطوات اللي لازم تتخذ من هلا لا 5 سنين ولحتى 10 سنين إن من ناحية الاقتصاد، نعم. أو من ناحية المالية العامة، رايحين على أيام بعد أصعب من هالأيام. إذا بالشق السياسي نعمل الحكومة بالأسبوع القادم، أنا بأكد لك الأسبوع اللي من بعده 3/4 مشاكلنا بتنحل. شو قراءتك؟ يعني بتمنى أنا لك، أنا أكيد إنه الحكومات بتتشكل بلبنان، شفت قد ما بطول الحكومة، نعم. عم ترجع تتشكل، يعني بتمنى إنه نقصر هالفترة قد ما فينا، لأنه خسائر كتيرة عم نتكبدها، وخاصة على صعيد استنزاف احتياط مصرف لبنان، لأنه مثل ما قلت لحضرتك، نعم. معاشاتنا هلأ آخر الشهر مصرف لبنان اللي بده يدفعها بواسطة أكيد المالية العامة، لأن المالية العامة هي اللي في قبض يعني، لا أكيد أكيد لا أكيد. لا لا رح يكون في، نعم. تخلي عن الدفع، ولا رح يكون في انهيار للمصارف، إن شاء الله، والليرة رح تضل بالتداول بين المصارف، وعملياتنا بقلب المصارف رح تضل على زيت السعر. أنا بدي أشكرك الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاء، شكرا لك سيدي. شكرا أصدقائي، نحن رح نتابع معكم بريك ونعود. بعدنا معكم اليوم وكل يوم عبر مشاكل وحلول بإطار مواكبة المواضيع التي مفترض أنه نلحق، موضوع ارتفاع سعر ربطة الخبز بلقاء عبر مشاكل وحلول يوم الأربعاء بأربعة كانون الأول، كان لنا اتصال مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بلقاء حضره النقيب علي إبراهيم رئيس نقابة الأفران ببيروت وجبل لبنان. طبعا كان الحديث واضح وصريح حول عدم إمكانية أو رضا الوزارة عن زيادة السعر. الروبرتاج اللي راح نشوفه مقتطفات من الحلقة، ونرجع منكون باتصال مع مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد صديقنا طارق يونس، تنشوف آلية المواكبة والمتابعة، منتابع سوا. اتمنيت أصحاب الأفران بكل محبة وبكل مسؤولية أنه اليوم خلينا يكون عنا نوع من التعاضد والتضامن والتكافل الاجتماعي، نعم. لأنه ما بقدر أبدا ولا بأي شكل اسمح بزيادة سعر ربطة الخبز أو بتنقيص الوزن، نعم. ونحن بدنا 1000 جرام 1500 ليرة، وفي هوامش ربح وفي منتجات ثانية عم بيبيعوها وعم بيبيعوها بهوامش، نعم. ربح أكبر. خلينا نتحمل بعضنا بهالمرحلة وما نمس بسعر ربطة الخبز، لأنه هذا شيء ما رح اقبل فيه اطلاقا. انا ما رح امضي اي زيادة بالسعر ولا اي تنقيص بالوزن. كلام نهائي يعني. كلام نهائي بثلاث. بدك اكثر من ثلاث عراسي. عم يضللوا الناس، عم يقولوا انه الطحين نزلوا سعر الطحين.
عم يقولوا نزلوا سعر الطحين، سعر الطحين ما نزلوا، سعر انا ما بخبز بالمطحنه، لما بيقول لي بارض المطحنه ب 565 هلا انا بسحب فرني على المطحنه وبروح بخبز هونيك. قد ايه الوصل اللي عندكم قد ايه؟ بين ال 25 وال 30,000. نعم. يعني سعره بعده هو زيته ما تغير. نعم. احنا مش حنعمل اضرار، انما نحن بدنا نبيع 900 جرام لنقدر نضل واقفين على رجلينا لنقطع الملح. عم بتخالف؟ بدي خالف، بكره بروح على القضاء. وعم تتحدى قرار وزير؟ يعني انا ما عم بتحدى إنه انا بدي الناس ما بدي زلها مثل ما زلت على البنزين. نعم. الناس 100 جرام اكيد حتوقف معي، بدي نعملوا محاضر قد ما بدنا نعمل محاضر. نحن بكره بنروح على القضاء ونقدم له فواتيرنا والغبن اللي كانوا عاملينه علينا بالوزاره. بس طيب حلو يعني اللي معالي لو بتعمل 1000 ضبط، نحن 900 جرام ما عم نقول على الهواء، نحن عم نعمل 900 جرام. متابع معكم باتصال مع طارق يونس مدير حمايه المسالك بوزاره الاقتصاد. الو، يعطيك العافيه. بدي احييك استاذ طارق عبر مشاكل وحلول، يعني اللي كنا هلا عم نشوفه على الهواء هو انحكى عنه بكل وسائل الاعلام امبارح بعد اللقاء مع معالي الوزير والنائب علي ابراهيم، ولكن قديش مهم نقول خطواتكم انتم قائمه على مواكبه مسح كل الافران المخالفه. صحيح يا حاج، الموضوع بالنسبة لنا حقيقة هو موضوع مبدئي. اليوم في قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة. نعم. وهالقرار صادر بناء على كلفة معينة، يعني في كلفة معينة تمت دراستها، كلفة الإنتاج. هي الكلفة بدك تسمح لي أقطعك لحتى تقدر توضح لي، الكلفة بين إيدين وبيقولوا إنه أنتم مسعرين ب 550 ألف طن وبدولار واحد 1500 ليرة سعر الربطة، هيدي اللي هن آخذينها حجة لحتى يراجعوا القضاء إذا أنتم عملتوا فيهم محاضر ضبط. طبعًا بنهاية الأمر كل شخص له حق يلجأ إلى القضاء، نعم. هذا أمر بديهي، هذا أمر بديهي وكل شخص له حق اللجوء إلى القضاء. نعم. ولكن الدراسة حقيقة عملت مع خبير، وهي الدراسة بعد طبعا حتى حاليا في عملية تحديث بمديرية الحبوب والشمندر السكري مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة لأكلاف رابطة الخبز، وبالدراسة وعبر التحديث تبين حقيقة أنه ما زال هامش ربح موجود وجيد لأصحاب الأفران. طبعا نزل هامش ربح وهذا أمر يعني طبيعي، بعتقد بظل هذه الازمه اللي موجوده. مظبوط، الوزير لمح وقال انه بدنا نتعاون كلنا سوا تخف الربح. هيدي هي هيدا الامر الاساسي اليوم، الامر الاساسي هو موضوع تضامننا تكافلنا لحتى ما يكون العبء كثير كبير على الناس، يعني اصلا العبء كبير ما نحاول قدر الامكان نخفف من هذا العبء. طب طارق اليوم قديش عدد المخلفات اللي عملتوها بين امبارح واليوم؟ امبارح كانوا 25، اليوم كمان زادوا ولا؟ امبارح كانوا حتى يعني 25 كانوا لغايه الساعه 2 لما صدر البيان من. نعم. قديش صار اليوم؟ قديش صار؟ امبارح كملنا كانوا 28 بصراحه باخر نهار، واليوم مستمرين. ما عندي بعد الارقام حقيقه، اليوم بعد الارقام مش بين ايدي، بس بعتقد لن نكون بعيد، يمكن اقل شوي من رقم امبارح. طب عم نكمل جردي للافران، لانه طبعا ما منطقي انه يكون في فرن عم يبيع 900 جرام مخالف ونعمل محضر ضبط واخر نغض النظر عنه، وبالتالي طبعا هذه الرقابه الشامله جغرافيا ستستمر. ونحن يعني كحمايه مستهلك على الاقل بالنسبه لنا في قرار يحدد وزن ربط الخبز الرسمي. انا معك بس بدك تجاوبني على سؤال اذا بتسمح لي مدير، يعني انتم اليوم الفرن اللي بتعملوا فيه محضر ضبط لانه خالف وبترجعوا اليوم لعنده كمان بترجع بتكرر محضر الضبط اذا لم يزل هذه المخالفه؟ طبعا نحن هلا اليوم عم نعمل جولات بافران ثانيه، لانه كان صريح النائب قال انه ما تتخبوا وراء اصابعكم، نحن كل يوم وكل دقيقه وكل ساعه هذا هو قرارنا، فمشان هيك يعني مش بنهايه الامر يعدو. بنهايه الامر ما حدا عم يتخبى وراء اصبعه. نعم. نحن رح نكمل شغلنا لانه هيدا واجبنا. قد ايه قيمه المحضر؟ قد ايه قيمه المحضر مدير؟ قد ايه؟ استاذ مولا وزاره الاقتصاد صلاحيتها انها تنظم محضر الضبط، اما قيمه المحضر الضبط فهذا يعود الى القضاء المختص. بس انحكى عن 5 ملايين لل 50 مليون. قد صحيح؟ يكون اكثر، اكيد اكثر من 5 ملايين، قد يكون من 10 الى 60 70 مليون، وطبعا قد تزيد العقوبه في حال التكرار، وهيدا امر اساسي في حال صار في تكرار للمخالفه، هون القاضي بيقرر زياده الغرامه بهذه الحالات. طيب اليوم مدير يعني معالي الوزير امبارح تحدث عن اعتداء تعرضوا له مراقبي حمايه المستهلك بالنبطيه،
وببعض المناطق عم يتعرضوا لإهانات، يعني أنتم مكملين في مواكبة القوى الأمنية ولا لحالكم؟ يعني لما بنقدر نستعين أو لما بنشوف إنه في حاجة للاستعانة بالقوى الأمنية رح نستعين فيها، بس ما في شك إنه ما فينا نكون بكل دورية لإلنا مع مخفر معين، يعني صعب بعض الشيء، ولكن في عنا كثير من الدوريات بنحس إنه ممكن تكون الأمور صعبة، عم بحكي بالخبز وبغير الخبز، بهالحالة عم نستعين ب أو بقوى الأمن الداخلي أو بأمن الدولة أو مؤازرة أمنية وحفاظا على أمن المراقبين. بس هون بدي يعني هيك شير لنقطة، نحن بحاجة أيضا إلى دعم الناس، مش بس إلى دعم القوى الأمنية. يعني أنا بدي أعطيك مثال صغير وهذا بيعبر عن حقيقة حالة شوي غير طبيعية بس وصلنا لها للأسف بهذا البلد. يعني لما بيكون مراقبين بأحد الأيام بأحد محطات البنزين، وكل محطات البنزين معظم محطات البنزين بالبلد ما عم تعطي مادة المحروقات، وهذا عم يعطي جيد وهذا حق لإله، ونحن ما فينا لنحترم هذا الحق. منروح نحن منشوف انه عم يخالف السعر الرسمي وعم يخالف الكمية الرسمية، ما عم يعطي 20 لتر. بهالحالة عملنا محضر ضبط، فكانت ردة فعل الناس انه اتركوه، ليش عم تتعاملوا معه؟ نحن بهمنا نحصل، حتى لو دفعنا زيادة بهمنا نحصل على المادة. يعني هيدا امر حقيقه كانت رد فعل شوي هيك سلبيه تجاه المراقبين، وما وقفوا معنا وصار في اهانات للمراقبين على الارض. لا، بعتقد المراقبين عم بيشتغلوا على الارض بظل صعوبات كبيره، وهم بحاجه لكل دعم من الناس ومن القوى الامنيه ولكل من يستطيع ان يقدم هذا الدعم. واضح، يعني اللي انت هلا اشرت له هي سبقت علي بسؤال، انه انتم بالرغم من مواكبه ومتابعه سعر ربطه الخبز المفترض تكون 1000 جرام ب 1500 ليره، انتم عم بكون لكم يعني عده مهام على محطات البنزين، مراقبه الاسعار بالسوبر ماركت والمولات الكبيره، يعني ان شاء الله تقدروا تستمروا في ظل الطلب الكبير على وجود حمايه المستهلك. انا بدي اشكرك، اذا عندك كلمه اخيره بتحب تقولها تفضل. لا انا بتشكرك، صحيح المهام كثيره، الامكانيات ضئيله، ولكن نحن مستمرين باقصى جهد ممكن، ونطلب من الناس انه تشتكي في حال هناك شكوى، تقدم شكواها مثل العاده على 1739 او على التطبيق الالكتروني على الهواتف الذكيه Consumer Protection Lebanon. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لمدير حمايه المستهلك بوزاره الاقتصاد والتجاره طارق يونس. طبعا اصدقائي، من الهموم الاقتصاديه اللي كنا عم نحكي عنها والنقديه والماليه باول البرنامج، هلا بنتابع لحتى نحكي عن هموم الاساتذه المتعاقدين بالتعليم المهني والتقني. اسمحوا لي نرحب سوا بوليد المير. وليد، اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم، وانت على طول سباق للاضاءه. هذا البرنامج اكثر شيء كان قبل من كل البرامج اللي بيسلط الضوء على مشاكل الناس وعلى معاناته. بس انت زعلتني، قلت لك كيف مشاكلكم؟ قلت لي عم بتزيد، انا بدي اياها تخف. مشاكلنا من قصد بس عتزيد بظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه. نحن اول شيء خليني احكي نقطه صغيره، بدي اضرب مثل ما بيقولوا تضرب الواحد بالعصفور على المحل على المقتل. شو بدنا بالعصفور؟ خليه يطير. الحديد هو حامي. الحديد هو حامي. نحن في عندنا جزء من مستحقاتنا، بدي احكي اول نقطه. ما انا اللي لفتني انه انتم عندكم مطالبه عندنا شي 10 مطالبات. ايه بعيد اياها. يعني نحن على بعض محل او وحده بس بتقلي. نحن عندنا 10%. اول نقطه بدنا نعطي بهالحلقه بهالاطلاله عناوين، تفضل. الاول شيء عندنا 10% صار لنا 14 شهر. نعم. في اداء عندنا 14 شهر بكفي. ايه جزء من هالجزء بضمن. شو 10%؟ نوضح. 10% جزء بالمية، جزء من مستحقاتنا عن سنه الماضي قبضناها، ولسه عندنا جزء 10% لسه ما قبضناها. ليه كيف بجزئوا لكم انتم؟ كيف بتقبضوا؟ احنا بيقبضونا مره واحده بالسنه. مره 90% و10% مره واحده بالسنه، يعني قبضناها من شهر شهرين. شهرين 10% لحتى نجزئ. في عندنا حوالي 15 مليار تقريبا. ال10% لانه انت قديه عندك 15000 استاذ متعاقد، لانه التعليم المهني ما في ما بيقوم الا على المتعاقدين. الاساتذه الملك 1450 او 1500 استاذ. انتوا قديش متعاقدين؟ 15000 استاذ، منهم في منهم موظفين وفي منهم. اوكي، هيدي النقطه الاولى. يعني ليش انا حكيت ليش نحن هلا بحاجه ماسه وبظل هالظروف الصعبه اكيد لل10% ونقبضهم قبل راس السنه. لفتني انه انت كنت كمان غير المطالبات، انت كنت عم تدافع عن الطلاب الفقراء. ايه، وسميت كلمه فقراء. خليني بلش من عندنا. نحن مطلبنا الاساسي هو التثبيت، انه عندنا في اكيد الحكومه السابقه المستقيله ما قدرت عملت لنا شيء نهائيا. ال 15000 كلكم تثبتوا؟ لا، ما بنثبت. انت في عندك موظفين، في عندك محامين، في عندك اطباء، في عندك كذا، في دورات بتخضعوا لها. في عندك ناس بالنسبه لهيدي لل 15000، في عندك عدد كثير كبير هن موظفين ومتعاقدين.
هن اساتذه الملاك ومتعاقدين، هدول ما بنحسبوا بالنسبه لوقت اللي بيصير فيه تثبيت. قد ايه بنشيل منهم من 15000؟ انت بتشيل لك حوالي 6000 تقريبا، انت عندك فوق خمس نعم. عندك فوق ال 6000 حاجه أوكي. بالتعليم المهني على صعيد لبنان كله، لانه نعم. ما عندك انت كادر كتير كبير أوكي. بالتعليم المهني مثبتين. هاي النقطه الاولى، نحن مطلبنا الاساسي التثبيت، بس في عندنا نحن عندنا مطالب عده. المطالب المطلب الثاني بالنسبه لمعالي الوزير حمل قبل ما تستقيل عن اي وزير؟ عن اي وزير؟ بنبلش بوزير التربيه. لكل الوزراء انت طالب انه شؤون وماليه وغيره. وزير معالي وزير التربيه اجتمعنا اكثر من مره، قال انا ماني قادر اقدم لكم موضوع التثبيت. مرتين ثلاثه اجتمعنا الحويه، انا بدي اعطيكم موضوع الضمان وبدل النقل. حمل الملف هذا وقت اللي كانوا عم يعملوا تسويه قبل ما تستقيل الحكومه على الحكومه المستقيله، ما قبلوا وافقونا على موضوع التثبيت، ولذلك نحن اطلقنا صرخه معالي الوزير اذا حملت ملف ضمان ابسط حق منحونا نحن كمواطنين للحكومه، بنطلع عليك تستقيل من الحكومه. نحن هذا قبل ما تصير استقاله الحكومه، هيك قلت له وجه بوجه، قلت له انا قلت له بعثت له اياها على الخط وبعثت له اياها بالاعلام. ما قلت له اياها وجه بوجه يعني، وقت براها هو قدامه على خط، وانا لو شايفه بوش بوش قلت له اياها، ما عندي مشكله. طب ليش انتم طلبتوا منه كمان العمل مع الجهات المانحه كاليونيسف؟ في عندك شو بدكم من المديره العامه؟ نعم، خلينا احنا كنا ما نحكي على موضوع الضمان ننهيه للاخر. انا معك، ولكن انتم هون مطالبين وزاره التربيه بحسب البيان اللي انتم وزعتوه العمل مع اليونيسف. الجهات المانحه بيسجلوا الطلاب الغير لبنانيين على حسابهم، يعني الطلاب الغير لبنانيين بيدفع ولا 1000. نعم، وبيسجل. انتم شو لكم علاقه؟ نحن ما لنا علاقه، بس انت اذا ما في تلاميذ انت ما بتعلم. نعم، اذا ما في تلاميذ بالصف انت برا ما عندك شغل. لو عندك ساعات، لو عندك ساعات بتقعد برا انت. نحن بالتعطيل القصري هلا، نعم، اللي الشعب هو اعلن الاضراب وأعلن العصيان وقاعد بالشوارع ومننا عم يجوا تلاميذ، نحن ما بنقبض نهائيا ولا ساعه. نحن عندك 48 تدخلنا ب 50 يوم، ما علمنا منه 5 ايام، هذول ما بنقبض نهائيا وما حاطين هلا ما في تعويض عنه. نعم، هاي نقطه كثير حساسه. نحن عاطلين عن العمل من 6 شهور، نحن عاطلين عن العمل، يعني قاعدين ببيوتنا بس نعلم بنشتغل. نحن عم ناخذ يعني نحن وقت اللي قبضنا مصرياتنا دفعناهم كلهم ديون عن السنه الماضيه، مشان هيك عم طالب. نحن كنا بال 10%، ما في حدا عم يحس اصلا بالاستاذ المتعاقد. انت ال 15000 متعاقد بالرسمي بالمهني، كمان في عندك 15000 بالاساسي كمان نفس الوقت، هن عندهم نفس المشكله. بس في الموضوع نحن عندنا انه بالنسبه للطلاب، بالنسبه للطلاب اصدروا مذكره وقفوا العمل ببطاقه الشؤون. وزاره الشؤون من الوزاره اللي اصدرتها؟ وزاره الشؤون المديريه. ليش؟ لانه صار وزاره الشؤون، هذا الرساله لوزير لمعالي وزير الشؤون المستقيل، المستقيل انه انت في عندك مستحقات للتعليم المهني عن التلاميذ مده سنتين، ليش انت بتعطي البطاقه لهذا اللي بحاجه والمحتاج وما بتدفع لهذا التلميذ اللي ما له قادر؟ لو قادر ما بيروح لعندك على بطاقه الشؤون، بيعطيك افاده من المختار انه هو بحاجه ليعيش. قديش عدد الطلاب؟ العدد كثير كبير يعني. انا هلا بقول لك مثلا عندك بمعهد فنيدي، انا بلشت بالاحصاء بشكل عام. نعم، عندك معهد فنيدي عندك 100 طالب ما قدر تسجل نهائيا، هذا من غير بطاقه الشؤون. وقفوا بطاقه الشؤون، انه التلميذ بيدفع لبين ما دفعت لوزاره الشؤون، لانه وزاره الشؤون منع عم تدفع. وزاره الشؤون صار من 2017 عملنا محاوله قبل، دفعت اخر دفعه اجت هيدي الحكومه ما دفعت ولا فرنك، مع العلم و90% انه المصريات موجودين من الهيئات المانحه بالوزاره، وانا هدول المصريات ليش نايمين بالوزاره ما بيدفعوا لصندوق التعليم المهني للتلاميذ ما يروحوا يتدينوا ويشحضوا مصاري ليدفعوا وليجوا يتعلموا؟ انا بوعدك رح نسال معالي الوزير وشو بجاوبنا، رح نعرضها ضمن البرنامج، وعد لك اكيد. ما هو لازم معالي الوزير، معالي الوزير هو يحس بالتلاميذ. انت عندك بس المناطق، انت محافظه عكار ومحافظه الهضبه ومحافظه البقاع، عكار السنه كان المواسم الزراعيه كثير سيئه، وخاصه انت بالمناطق الجرديه اللي بتعتمد على التفاح. اجى البرد وفرم الاخضر واليابس وما حدا عوض من اول نقطه، مشان هيك في عدد كثير كبير من الطلاب مش قادرين. في عندك 100 هذا اللي ما معهم، هدول ال 100 طالب اللي عم احكي لك عنهم، غير عندك انت بمعاهد ثانيه 250 و300 و400 اذا ما عدل لك اياهم انا ما بخلص. نعم، عم احكي على هي مشكله الطلاب. في ناس كثير انا وجاي على الطريق قالوا لي شيل موضوع الطلاب على جنب، موضوع هدول لازم الاهالي هم يتحركوا. اذا الاهالي ما معهم، مين اللي قال لك؟ في ناس كثير من الطلاب من الاساتذه رفقاتنا ومن شو بيأثر عليهم اذا انت ما بيأثر عليهم؟ قال انت خليك حامل ملفنا نحن كالتثبيت. وقلت لهم انا كثير ودي اقول هذا انسانيا منك. قلت لهم انا بال 2017 قتلت وحدي وبرمت على كل رؤساء البلديات والمخاطير ومضيتهم ورفعتهم لوزير التربيه ولمعالي وزير الشؤون وقتها، ما بتعاون مع بعض الاصدقاء وقتها، ما ضلنا وزير الشؤون ودفعهم.
بال 2017 وهلا وعنا نفس المشكله. طب من المديره العامه شو سعاده المديره العامه مددت ثلاث مرات التسجيل. سعاده المديره العامه اذا ما في يعني غير مدفوع غير مددت التسجيل لحتى الاهالي تقدروا يامنوا يدفعوا الطلاب يقدروا يدفعوا. انت عندك رسوم التسجيل عاليه 300000 450 350 450 كل تلميذ كل سنه بالتعليم الرسمي هذا يصير بيوازي التعليم الجامعي بالتعليم المهني. الدوله عندك ما بتدعم صناديق التعليم المهنيات يعني انت هالتسجيل اللي بيجي هو بيروح على صندوق المهني تصرف المهني منه. طب اليوم المديره ساعدتها بتقدر تمدد لكم كمان مره رابعه ولا صعب؟ هلا ما بعرف انا بالنسبه لهذا الموضوع سعاده المديره العامه اذا بدها تمدد ولا ما بدها. نحن هلا بدنا من معالي وزير التربيه رساله من هون. انا هلا من شوي كنت بالوزاره ما لقيته. نعم رساله له لعيله مباشره يتواصل مع وزير الشؤون الاجتماعيه ويحلوا هذا الملف نهائي لانه التلاميذ ما فيهم يضلوا برا. انا استاذ مضطر اعمل معن انا 100 قصه واجي يجيبن وقول لهم ينزلوا يخيموا قدام الوزاره يخيموا يعملوا خيام قدام الوزاره. انا مستعد امن بواسطه حسابي انا وجيب الخيام قدام الوزاره لحتى يتسجلوا لانه حرام تلميذ يبقى برا يجي الاستاذ يقول له انت ما دفعت قوم اطلع برا. ما حدا يقول لي انه ما حدا يقول لي انه ممنوع يجي على الصف يقول له انت ما امنت تسجيلك لا تطلع لبرا. روح لعند اهلك هذا هالاهله انت عندك بعرسان انتحر كرمال 1000 عندك فلان اللي امبارح داني انتحر كرمال 3 ملايين انت بدل الشعب كله ينتحر كرمال امنه. عم نحكي على وزاره الشؤون كمان في الملف الثاني اللي ما معهم بطاقه الشؤون اللي ما معهم بطاقه الشؤون. انا لازم احكي عن مطالبي هون بس عم نحكي عن مطالب الناس التعبانه المعتره اللي الناس شو بدي اقول لك هدول في ناس من هي اذا جابت من بدهم يان بدهم يزلوني يروحوا على عند المختار يجيبوا بطاقه فقر حال اكثر من الفقيرين بدهم يزلوني يدفعون مصاري للمختار ويدفعون اجار كمان حق اخراج عيد عائله. يعني هذا صار اذلال للمواطن. يعني بدنا وزير الشؤون يعطي البطاقة لكل الناس اللي من قادرين يسجلوا ويسجلوا مع حساب الهيئات المالية لأنه اليونيسف التلميذ السوري والتلميذ الفلسطيني منه أحق من التلميذ اللبناني كمان لأنه نحن صرنا لاجئين بوطننا. نحن صرنا لاجئين بوطننا. يعني هلا من خلال هذه الصرخة أستاذ وليد على وزير المالية التربية والشؤون الاجتماعية وسعادة المديرة كلهم سوا يعني شكلوا خلية لحتى لحل هذا الملف هذه المشاكل صار لها حلول صار معنا اذا ملفنا نحن كاساتذه. شو بدك تقول بالختام؟ لا هسه ما بدنا تختم لي اياها دوري على السريع. نحن كاساتذه قل لي نحن كاساتذه صرختنا على طول وعندنا مطلب واحد هو من التثبيت. نعم بس نحن قبل التثبيت بده مجلس وزراء وبده شو اسمه لانه وعدنا معالي الوزير الاستاذ بنبلش من عند الاستاذ مروان حميدي لو هون ان شاء الله خير وعملنا كل اللي بدك بس سعاده المديره العامه عملنا احصاءات وتقريبا نحن بنتامل خير انه ليش لانه وعدي انه بدها تمشي بهذا الملف وتحطته بايدها اليمين كهيدي النقطه الاولى. نعم. نحن بس سعاده المديره العامه لوحدها ما بتكفي لانه عندك البلد الطائفي الطائفي والبغيضه الموجوده هي اللي خلت الناس تجمع. الطلب الثاني شو هو عندك؟ الطلب الثاني نحن من معالي وزير التربيه المستقيل هو انه تربية لا قبل ما يروح هلا لتصير الاستشارات النيابيه ويصير في حكومه جديده. نعم. صير في حكومة جديدة يخلق الله ما لا تعلمون إن شاء الله خير. ما فينا نتأمل خير من بالنسبة لهذا الموضوع خير. لأنه ليش صرنا قديش صرنا 21 سنة كان في قبلي أساتذة الله يعطينا ألف عافية عم يشتغلوا وعم يجاهدوا وعم يعملوا لهلا اللي شو بدك هلا اللي بدنا إياه ورسالة للوزير المقبل. نعم نحن أول ما بتبزغ الوزارة نحن حنعلن الاضراب وحنجي نحن لانه نحن هلا منا معلنين اضراب. نعم نحن كاساتذه منا معلنين نحن منا نعلم لانه الشعب هو طيب. اعلن الاضراب وهو واقف بالشارع وعم يطالب بحقوق لانه موتوه وجوعوه. طلبنا من معالي الوزير المقبل يحطها براسه يحطها براسه ويحط لازم يكون ملفنا على جدول اعماله ان شاء الله. الطلب الثالث في شيء؟ الطلب الثالث بدنا من رؤساء البلديات والمخاطير ياخذوا دوره ما صرت ياخذوا دوره ان يشحدونا او يشحدوا هذا المواطن يوقفوا حد المواطن اللي انتخبهم ووقف معهم ويطالبوا له بحقوقه كانوا قبل يساعدوا التلاميذ تتسجل. نحن اساتذه بنجمع من بعضنا مصاري وبنحاول نساهم بس الاوضاع يعني تعرف صندوق البلد لا صندوق البلد لا حتى ايه لا 90% 90% في عندك انت بالصندوق البلدي في عندك شيء اسمه لدعم التعليم. نعم عندك بند بقلب القانون تبع البلديه لدعم التعليم بالمنطقه عندك مطلب رابع لانه خلص الوقت مطلب رابع
أو انه بدنا نعيش بسلام وبامان بوطننا. نحن وانت سوا. شكرا لك وليد، ان شاء الله دائما نحن وانت عبر تلفزيون لبنان مشاكل وحلول. هذا البرنامج هو صار قبل لنا لانه هو وصلنا صوتنا. طول عمرك. نحن بنتشكرك كثير. انا بوعدك رح يكون لنا يعني اتصال مع معالي وزير الشؤون الاجتماعيه. عندنا 4 ايام، عندنا 4 ايام بينتهي وقت التسجيل. مع سعاده المديره العامه يعني بين اليوم وبكره انا بجاوبكم، والتنين ضمن برنامجنا بيكون في جواب ان شاء الله. والله يعطيك الف عافيه ومشكورين. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك اصدقائي. نحن لهون بنوصل لنهايه حلقه اليوم. دائما عبر تلفزيون لبنان بنلتقي باطار مشاكل وحلول. الى اللقاء.